السلام عليكم. صباح الفل عليكم. انا النهارده والله مبسوط في حاجه كده بسطتني، فاني ايه نفسي اتفتحت ان انا اقوم اكل اي حاجه، والله بقول لكم الحق يعني. فالمهم ايه، في واحد امبارح جاب لنا الكاكا دي واحد، وقال لي هعمل معاك ايه، حاجه اتسابق معاك. فهو ما جاش، سافر، راح يعني سافر، ما جاش هنا يعني المكان اللي انا فيه. فانا هعملها بقى لوحدي اهو، بسم الله. كان هو الكاكا دي انا بحبها لانها فيها فيتامين سي، والكاكا دي نعمل لكم زي اللي ممكن، خلي بالك يكون فيها بيسر فيها كل حاجه. خليك في حالك، الكاكا دي فيها فيتامين سي، واحسن مكان تجيب منه الكاكا دي انت عارفين فين؟ في مدغم. مدغم تلاقي على الطريق كده، بس بعد اسبوعين ثلاثه كده هتلاقي الحبايه صغيره كده. كل ما الحبايه تصغر كل ما كانت تبقى انضج واحسن واطعم. وبعدين بتلاقي الناس دول قاعدين بتوع مدغمر دول، بتلاقيهم ناس يعني تلاقي الحاجه بتاعتهم لا مش متهرمن، زي الحاجه البلدي كده. هي دي كمان حلوه، دي مش متهرمن. الحاجه اللي بتبقى كبيره قوي دي بيبقى فيها جينات وحاجات من هم الحاجات الوراثيه اللي هم بيتكلموا عليها دي، بتبقى طبعا ضاره بالصحه. لازم تاكل وهي زي تتصفط كده زي القشطه. وبعدين هي ما بتتاكلش لما بتبقى طيب. حلو، نقول حلو. الشتاء بدأ بقى يظهر، بس مش مستقر لسه، زي ما يكون بيتخانق مع الصيف زي ما كانت الناس بتقول في داخل الشتاء اللي فات، هيتخانق معاه. ما تيجي بقى الواحد يحمد ربنا. المهم قلت لكم كان عندي حاجة كده بعملها ربنا وفقني فيها، فالحمد لله طبعا. قعدت ادعي ربنا واقول يا رب انا ضعيف، انا عبدك الغلبان، عبدك المسكين، يا رب ايه يسر الامور. والله ربنا عم يسرها، وجايز تكون انت بتدعوا لي، جايز الناس اللي بتشوفني دي بتدعي لي. وبعدين اللي ابوه وامه راضيين عليه لازم ربنا يرضيه. قلت لكم الانبساط اللي انا فيه، انتوا هتدعوا لي بقى، والله والله تدعوا لي ان ربنا يعافيني. انا الدين من الدين حلوة كغني، بس اخي ربي هتفرق السنة بدي اخي ايام ليه ما بتقعدش كتير يعني فتمين زي فين اللي فيها بيزر؟ ساعات بيبقى فيها بيزر دي بتتزرع بقى واحدة وواحد. يجي ياكلها يخلي باله برضه. لا هو في هنا هي صغيرة. بس الكاكا دي ما كانتش زمان، دي بدأ يطلعها تقاول بالكاكا دي قريب. لا بالمناسبة الكاكا أنا شفت برنامج
عاملين في فرنسا ان هم يلغوا كل البذور اللي بتبقى جوه اي ثمره، بالذات في البرتقال. هم شغالين وقت عليه في فرنسا، اللي هي انت عارف النتيجه ايه، البتاع اللي هي الصغيره ده اسمه ايه يا حاجه، كلابنتينا دي ولا اسمها اللي هو السفند اللي طالع جديد ده اسمه ما فيش بيز. قال لك ده عشان يعني ايه، يعني هم بيعملوا تطعيمات للشجره انها تطلعها ايه، تطلع الثمره من غير ايه، ما ده جديد برضه من غير بيز. السفند ده اللي هو لونه غامق شويه ده اسمه ايه، مش فاكره اسمه، طالما مش عارف، اما مش فاكره اسمه، مش عشان كده مش عارفه اهو. بس انا ما بحبوش، بيبقى من غير بيز انا احب السفند اللي التاني هو البلد المصري، مش السفند بس الصيني. ما بتاكلش الا في اخر الموسم برضه، عامل صح. هو الواحد ربنا ما يشتريش الفاكهة دي في آخر الموسم أو في النص. برتقال بدأ يسكر شوية. البرتقال حباية الناعمة، حباية البرتقال الناعمة هي اللي تبقى حلوة والصغير بالنسبة لبصور. والصغير ها؟ وتنقاها صغيرة ما تبقاش ناقصة كبيرة السكري والبلدي بتبقى خشنة، تبقى الجلد بتاعها خشن. والله يا جماعة أنا أحب الأكل، وربنا يديكم الصحة يا رب. نعم ربنا. شوف بس الحبايه الصغيره دي يا جماعه تبقى سليمه، بتبقى مش متهجنه بس هو مش مفرمنه. هي طابت. هي الكاكا دي لو جايبينها جامده تتساب يومين تتاكل طيبه، تتاكل جامده كده بقالها طعم مش حلو في البق، والله بتبقى ملغه كده فيها حاجه كده. لا انت فاكره مره ما كنا رايحين القاهره و وقفنا في ميت غمر، والبنت اعطت لنا الكاكا الحلوه دي، ايوه كانت كاكا صغيره، كانت غريبه. وبعدين كانت خلصت جايباها من جنينه كده وبيطرحها اول باول. كانت خلصت. كانت الموسم بتاعها خلص بعد يعني ممكن كانت شهر 3 مثلا، في شهر 12 او واحد او واحد، فكان في الشتاء. كان في شهر واحد. لان هي دي خلاص هتبدا تنقرض من السوق، بقى تبقى موجوده عند الناس دي اللي هو تقريبا بيبقى اخر الموسم بتاعت الكاك. وبعدين يا جماعه الفاكهه والخضار من اصح الحاجات اللي الواحد ياكلها، يعني من اصح الحاجات دي. الناس الاجانب دول، بقول لك بتوع فرنسا دول، عاملين جنينه، طيب عاملين يعني يقعدوا يطعموا البتاع الشجره، ياخدوا من السفندي دي وياخدوا مش عارف من ايه دي، عايزين يبقى زي عشان يطلعوها من غير بيز. لا تبقى متطعمه، ممكن بلدي على اللي هو النوع اللي من غير بيز يعطي طعم تاني خالص. طب هو البرتقال اللي بدمه ده حلوه، سبحان البرتقال الله، سبحان الله بيبقى احمر خالص، ده حاجه بيسموه بدمه، بس هو مش موجود كتير برضه، بيبقاش الا في اخر موسم مع البلد. مع اللي هو البلد واحد بيقول ايه، الحمد لله الحمد لله على النعم اللي ربنا انعم علينا بها، ويا رب تكون القناه بتاعتنا بتعجبكم وبترضيكم. واكتبوا لنا اي تعليقات، اي حاجه انتوا عايزين تقولوها نعملها، في بالنسبه لاي حاجه هنعرفها نقولها، اي يعني اي ثقافه او اي طبخه او اي مجال احنا بنتكلم فيه عايزين يعني نوصله للناس كحاجه في الناس تستفاد منه، تبقى الناس تستفاد منه، ويبقى حاجه في ميزان حسناتنا، ان دي صدقه جاريه بقى، ايه اللي العلم اللي الناس انتفع بيه. يعني احنا بنحاول انه ما نقولش حاجه، ما بنحاول ما نقولش حاجه الا لما يكون احنا ايه، ما نقولش حاجه مش عارفينها، يكون احنا عارفينها، يكون الحاجه دي احنا عارفينها. لما بتكون انت بتقول الحاجه وانت عارفها بتبقى حبيبها كمان، بتبقى حابب لان انت فاهمها اهو. زي ما الواحد بيجي يتعلم السواقه، اللي لو انت مش حابب السواقه والله تركب العربيه تموت. لازم تبقى حابب ان انت تسوق، في هي بتبقى غي يعني كده. في واحد عنده عربيات وما بيعرفش يسوق، انا اعرف واحد كل عيلته بتسوق العربيه، هو ما يعرفش يسوق اصلا، والله العظيم هو زمان عارف نفسه. ويعني يعني دي مثلا حاجه، فلازم الواحد يبقى فاهم في الحاجه اللي هو عاوز يقول. الواحد اللي مش فاهم في الحاجه دي يسكت احسن. يعني انت مثلا فاهم في ايه، في اي طبخه معينه، او في معلومه معينه، او بتتكلم عن جهاز معين مثلا في البيت او في اي مكان. لو انت ما انتش فاهم، ما انتش عارفه، او ما انتش ملم بيه، مهما حد يكتب لك ورق مش هتعرف تقول اللي تدش يعني تقول المعلومات عن الموضوع ده. وانا يا جماعه عاوزكم على قلنا
وتشتركوا في القناة وتعلقوا لنا على الفيديوهات إن عجبتكم، وتضربوا لايكات وتفعلوا الجرس علشان كل حاجة تنزل على القناة توصل ليكم كده بسهولة إن شاء الله. وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم على خير، السلام عليكم.